ازيكم عاملين ايه؟ احنا في منطقه الشيخ زايد، معرفش احنا رجلنا كل شويه بتتوجع. احنا على هايبر 1 عشان ندخل نجيب فينو عشان للغدا النهارده. لما نشوف كده لو لقينا جوه القماش بتاع رمضان والحاجه بتاعه رمضان معروضه هنصورها لكم برده. ده كل ده التمر بانواعه بقى، التمر اللي هو النخيل اللي هو ده، وفي سامو برضو يا ايه اللي هو ده بعوف. يعني ده متعاون مع بعوف، سامو متعاون. ايوه تمام. ما هو دوت 33، حتى لسه بقول لك القمر الدين بتاعهم زي بعض. بس الشنطه بتاعتي. وده الكركديه بتاع خراج، وفي خروب برضو 38 جنيه 400 جرام. على مهلك انا مهلك. ديت الحاجات اللي كنت عايزه اجيبها السنه اللي فاتت بيبيعوها دلوقتي، اللي هي العصاير اللي هي الصوبيا والخروب والصوبيا موجوده. عايزه اقول لك ان انا لو هجيبها الشهر الجاي مش هلاقيها. ده الدوم دوت بيبقى طعمه حلو قوي، احنا كنا بنجيب الدوم من العطار ونقعه كده ونسخنه بيبقى حلو قوي. ما تخافيش يا اميره العربيه جنبي. قمر الدين بعوف ب 36 جنيه اللي هو العصير. وده نوع اسمه توليدو، توليدو مانجا. انا 35، بس انا مش من محبين يعني الحاجات اللي هي العصاير دي. انا عايزه اجرب بس ابو عوف عشان بيقولوا العصاير بتاعتهم حلوه. العصاير الطازه بتكون احسن، ديت بيكون فيها الوان. نشوف فيه برضه انواع صوبيا اهي، في ب 76 جنيه بس النوع ده مش عارفه. لا حراس. حراس؟ بكام؟ ب 73. وفي نوع ب 76 مش عارفه هو فين. كاندي دوت هو اللي ب 73 اللي جوه دوت، لكن حراس ب 76 جنيه. بصوا ماركة توب فاليو ديت اللي هي الماركة بتاعت هايبر 1 اصلا، 23 جنيه التمر هندي. فهمتوا بكام؟ 65؟ ده فهمتوا، ده بقى عشقي بقى ده. 65 جنيه. 65 بحبه جدا. المانجا ب 36، الصراحة أحلاهم بيبقى اللي هو الفراولة. الفراولة. وفي النعناع دوت بيقولوا كويس برضه. لا الليمون بالنعناع. تعالى نشوف بقى قمر الدين. دي بقى أسعار قمر الدين. ده نوع اسمه ندى الشام. بكام يا إيه؟ 48. وده نوع اسمه قصير الشام. لا أمير الشام. 48. ودوت رويال 48. وهنا نوع اسمه سيدة الشام 48. وده فريش 48. اللي تحت ده نفس الحوار. الحضارة بكام؟ الحضارة والأحلام. الحضارة ب 75، الأحلام ب 85 جنيه. الأحلام طبعا لا يعلى عليه، بس حلو جدا. جربناه السنة اللي فاتت كان حلو جدا. سعره غالي قوي. تمر الشروق. نوع اسمه الشروق دوت بكام؟ الكيلو ب 55. كيلو 400 جرام ب 91 جنيه، بس شكله نظيف. التغليف بتاعه حلو قوي. في نوع اسمه تمر شالي ب 50 جنيه و 75 قرش اللي هو النوع ده. السوداني 400 جرام ب 33 جنيه اللي هو دوت، اللي هو بتاع الحلويات صح؟ ده الحلويات بالظبط كده. ده 400 جرام. تمر هندي حراز ب 40 جنيه اللي هو ده. ده من ورا شكله. وفي بتاع الاحلام كمان، الاحلام منزله تمر ب 25 جنيه. الخروب، الخروب بتاع بعوف ب 53 جنيه 350 جرام. وفي السوداني بتاع ابو عوف برضو 400 جرام ب 46 جنيه وال 200 جرام ب 23. اهو ده الحجم الصغير منه وده الحجم الكبير. وفي قمر الدين البسام هو ده. ده 43 يعني يقولوا 44 جنيه. قمر الدين جوافه ومانجا ما جربناهاش، عايزين نبقى نجربها. ما جربناش الجوافه قبل كده خالص. 32 جنيه ده الجوافه، والمانجا ب 40 جنيه. وده المانجا. ما اسمه بدر الدين.
وفي برضو نوع اسمه البارون سوري ب53 جنيه، اللي هو قمر الدين. هما منزلين انواع كتير قوي، منزلين المكسرات ربع كيلو اللي هو عين الجمع، لا ده اللوز، اللوز اللوز اللي هو بقشره دوت ب40 جنيه، بس باين عليه انه كويس. كويس بيبقى مش مكسر كده، لا شكله صابح. عين الجمل تقريبا هو اي حاجه ب40، لان هم مش كاتبين ما عدا الكاجو. بندق كمان، والبندق هو كده عاملين اي حاجه حصل هو بندق وعين جمل ولوز ب40 جنيه. ماشي. ايه ده؟ كاجو، كاجو 450 جرام ب65 جنيه. كاجو توفاليو اللي هو هايبر وان برضو ب64 جنيه. فستق اللي هو بتاع هايبر وان برضو 150 جرام. الفستق اللي هو بتاع توب فاليو ب74 جنيه. عين جمل المتقشر 150 جرام عامل 51 جنيه. هو دوت ده عامل 51 جنيه المتقشر 150 جرام. وعين الجمل توب فاليو ب50 جنيه 45 قرش، 150 جرام برضو. لوز مقشر 150 جرام 51 جنيه. بندق مقشر 150 جرام تقريبا هايبر وان ب50 جنيه 51 جنيه يعتبر. حاطين بقى هنا ايه اوزان مختلفة، 200 جرام ب109. ده الفستق، الفستق اللي هو محمص اللي هو ده، وفي ده اللي هو الفستق مقشر 100 جرام 97 جنيه، 95 قرش، يعني 98. طب تيجي بقى على المشمشية، المشمشية اللي هي بتاعت مشمشية هايبر وان ب71 جنيه. بس حلوة، شكلها حلو. أراسيا، أراسيا اللي هي بتاعت توب فاليو، أراسيا 47 25 قرش، 47 جنيه وربع. دي بتاعت توب فاليو، دي هايبر وان. دي بتاعت توب فاليو. لا دي هايبر وان يا أميرة، دي توب فاليو. بس مش كاتبين جامبو ولا العادية؟ لا مش كاتبين، هما كاتبين 200 جرام بس. نيجي على الزبيب، 250 جرام ب27 جنيه 95 قرش. ده تبع هايبر وان، زبيب هايبر وان فاليو ب14 جنيه 95 قرش. اللي هو ده، ثواني اوريهم الكواليتي بتاعته. هو ده بتاع هايبر وان 250 جرام 32 جنيه ده ب16 جنيه ونص، اللي هو فول حبة وحبة. لوبيا برضو اللي هو اسمه حبة وحبة تقريبا 24 جنيه ونص. المكرونات تقريبا ب8 جنيه الا ربع توب فاليو اللي هي بتاعت هايبر وان. هتجيبي العيش ده بس ولا هتجيبي كيس تاني؟ لا هو ده كويس عشان انا بحب العيش بتاعهم قوي. العيش بتاع هايبر وان حلو قوي. انت هتجيبي انهي نوع؟ اللي هو ده. فهي بقى طالعه عند قسم التجميل عشان هنجيب قسم البشره بعدين نروح. ها؟ ايوه انت عارفاني. انا عارفاكي، عارفاني. بعدين هنروح وبس كده. المجموعه بتاعت لوريال الجديده اللي هي بالاحماض نزلت، نازل منها سيرم وغسول وكريم. الغسول ب87، السيرم ب242، كريمات ب198، كريم الليل وكريم النهار. هي المجموعة نازلة اللي هو بحمض الجلايكوليك اسيد،